السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد ليموبل في ار بلس 8، فيه دي زابارتمون من 135 متر، كاين 135 134 فيهم دو فاس بحال هذا الشكل اللي كنصوروا فيه دابا، كاين 115 118 هادو كاملين فيهم ثلاثه البيوت، كاين عاوتاني 75 فيها جوج البيوت. هاد اللي كنصوروا هو لو ديرني ايطاج الطابق الثامن، كاين الثاني الثالث كاين الرابع، كل ايطاج باقي فيه شي بياسات. الثمن عندهم تيدير اللي فيهم دو فاس كيديروا 9500، واللي فيه فاس واحد كيدير 8500 درهم. جاو في مدينه تطوان الحمامه والرومبو ديال الحمامه، عندهم واحد لافيو بانوراميك كيف ما شفتوا في البدايه ديال الفيديو. لي زانفو كامل ان شاء الله تلقاهم لتحت، اللي بغيت يتواصل ولا يدير لا فيزيت راه كاين الواتساب والانستغرام. تبارك الله عليكم.